بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة. وبهذه المناسبة الوطنية أشاد سموه بما شهدته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، منوها سموه حفظه الله بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.